قليل عقلش يقول لي؟ يقول لي الحين أتعدى الحدود وأبط راسك بهالملاس، وأنا عقلي يقول لي أشيل هالجدر وأكود على راسك. أنا بعد عندي ملاس وأنا عندي كرامة، ما أسمح لنفسي أني أنزل لمستواك. مستواك مستواك عداية مستواك. ترى شوفي الدبلوم اللي أخذتيه ذيك الأيام كانوا يجسمونه بلاش، ما بقى أحد ما أخذه. أشوف هالكلام ما قلتي يا مرض واحد من الشواذي اللي عندك أول. أولاً عيالي مو شواذي، حاسبة على كلامك. بعدين أنا كنت مدمقة، شو كنت أأمن لك وخليك تعرجيني وأنت ما تعدين كوعك من بوعك؟ شوف عاد ما تطلعين علي إشاعات، ترى والله. إيش بتسوين أكثر من اللي سويتيه؟ طلاق وتطلقت بسبتك وتبهدلوا عيالي والسبة انتي، ايش تبين تسوين اكثر؟ وانا بعد تطلقت حبيبتي. لا 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 انتي فاهمة غلط، انتي ما تطلقتي، طلقوك. انا بفهم ليه بنت تكذبين الكذبة وتصدقينها. انا ما اكذب، انا ما اكذب صدق. هو طلعت امه نسر وغثتني، وابوه طلع دون وكل شوي عايرني بمهنة ابوي، وطلع هو متزوج وكلهم يدرون الا انا. لكن انت اعطيتي الفرصه الذهبيه، انت اعطيتي الفرصه الذهبيه لما قلتي له انها ام مهمله وما تدري عن ولدها المريض وما تدري عن عيالها. مشكوره يا نعيمه اللئيمه. العفو يا حليمه البهيمه. بسرعه روح من هني، بنت خالتي جايه تاخذني. تكفى لا تشوفك وتسوي لي مشاكل. تشفيك الحين بدل ما اكبر في عينك انا تقولي لي روح، وانا الريال مميز جاي لعندك. اوه زين روح روح تكفى روح، ولا تجيني مره ثانيه. ايش الكآبه؟ على فكره اول ما تزوج ان شاء الله راح اطلعك من هالمكان الكئيب. ايش الكآبه هذه؟ صدقني انا ما صورت بهالكآبه هذه. انا اقول حبيبتي ايش فيها؟ لا تضحك وكله بوزه. اثاري المكان له تاثير عليه، تصدقين؟ حمود ارجوك لا تجيب لي الكلام، ارجوك روح من هني. حبي أنا جاي أقول لك إن أنا ليه الحين شاريك، فاهمة؟ بس أنا الحين تزوجت. بخصوص الزواج، هذا الزواج أنت تباهين فيه؟ ها؟ عيل تبيني أتباهى بواحد يحب الخش والدس؟ حبي ترى أسلوبك تغير، أنت ملاحظة هالشيء ولا لا؟ أرجوك أنا الحين ما أبي هالحب وشبعت من هالكلام، خليني أذكرك بالخير. يعني بالضبط شلون؟ أنا ما كنت أقص عليك ولا كانت حركات بنات، ترى هذا زواج صدق. شو الذوق حبيبتي؟ حد يلبس دبلة ذهب اليوم؟ خلاص حمود ولي عافيك، أنا ما عندي كلام أقوله. تصدقين حبي أنا ما كنت بصدق إلا لما شفت هالجابر هذه، انقمت قلبي. بس صدقتيني ما صدقتيني أقول لك إياها كلمة، ما حد يتزوجك غيري أنا، انطال زمن ولا قصر. حمود أرجوك أرجوك لا تتصل فيني ولا تحرجني. ما تبين أتصل؟ اتصلي. والله يا عمي دامك دخلتني طرف في الموضوع خلني أقول لي بخاطري. قول يا تركي. أنا أقول المحلات هذه تم مسكوكة وايد أبرك، بدال لا تسلمها حق اثنين ما تعودوا على الشغل، باكر بيحاولون قعدتهم من البيت للدكان. أنا أقول لا تدور راحتهم مو لي. أنا ما أدور راحتهم، هم ارتاحوا وايد، بس أنا بالحياة أعرفكم. عيل خلهم يحوسون، لا تعطيهم لا وي ولا مصروف. يبقى تركي أنا موقف عنهم المصروف من زمان. هم ما عندهم طلبات، أهم شيء عندهم يأكلون ويشربون ويخمدون بالبيت. الحين بيضطرون يفكرون، لأن كل واحد فيهم بيتحمل المسؤولية، ومع الوقت المسؤولية بتكبر وبيتغيرون. أنا ماني متفاعل يا تركي، والقطع العود ما يتربى. عمي أنا لاني متفائل ولا متشائم، ويعلم الله أنا أعتبرهم مثل إخواني وأتمنى لهم يكونون في أعلى المناصب، ومثل ما قلت هي محاولة. بعدين جابر ذكي بس يسوي روحه لا مبالي، لكن عنده قابلية انه يتغير ولا تأثير على ناصر. والله يا تركي انا تعبت ومخي تعب وصرت ما احب ادش البيت بسبتهم. يا عمي احنا ودنا بالخير للناس اللي نحبهم، بس للأسف ما نقدر نشكلهم على كيفنا. لا يا تركي انت مو فاهم، أنا مسؤول عن اللي هم فيه الحين، دلعتهم وايد، سويت لهم كل شيء، والحين ما إيش أسوي؟ لا تقعد تلف وتدور، رد علي. يا يمه، شرد شبول، ربعي وعزمتهم، إيش فيها؟
تشوفهم ليل نهار، ومن رديت من السفر صار لك شهرين، ايش معنى هالعزيمه ما جت الا الحين؟ يما الله يهداك، ايش فيك؟ كل شيء تحطي له سبب. كنت قبل مشغول والحين فضيت، عزمتهم وعزيمه متاخره احسن ماك ولا شيء. تركي قول لي ايش بينك وبين نصور وجبور؟ ايش تحت راسك؟ ولا شيء يما. ليش تعزبهم من الاساس؟ لان ام جبور تقول ولدها راد من تفخ، وام نصور تقول انك غاثه، ليش؟ قول لي ايش صاير؟ بيني وبينهم طوفه، وغير الطوفه عشره عمر، ربعي رابي معاهم، ما يصير اعزمهم. لا ما يصير، واصلا هم مو كفو واحد يعزمهم، وبعدين انا ما ربيت طول هالسنين وتعبت عشان ترافج لي طرطنقيه. يمه انا لو بصير مثلهم كان صرت من زمان، بعدين هم مو سيئين لهالدرجه، اقصى ما فيهم انهم مو عايشين بالواقع. عايشين بالواقع، عايشين بالخيال، عايشين بقلعه وادرين، انا شكو فيهم، انا كل اللي يهمني انت يا يمه، ما بيك ترافجهم. يمه كلامك غريب، علميني شو السالفه؟ ايش منا خايفه؟ شا خاف مني حبيبي؟ انا خايفه عليك انت، هذيلي عقولهم اللهم لك الحمد والشكر مو عندهم، ما بيك تماشيهم. شفتيه؟ ها؟ ها؟ من قال ها سمع؟ من رديتي من الشغل والابتسامه اسم الله عليك ما فارقت وجهك، صدق ما تستحين، شو اتفقنا؟ ايش فيك؟ ايش فيك؟ تحققين معي ولا شنو؟ يعني الواحد ما يبتسم ما يفرح ما يضحك، لازم يعني كل شيء تعرفينه؟ تذكرت انك توضحكت عليها. عمون لا تقعدين تلفين وتدورين معاي بالكلام. انا نصحتك لان اختك العوده، احبك. وانا بعد احبك، بس ما طلبت نصيحتك، شكرا. يعني شفتيه؟ وكلمتيه؟ عمون ايش بيقول عنك الريال؟ متزوجه وتقابلني؟ باكر يطلب منك اشياء ثانيه. استغفر الله. عيب، والله عيب. عمون انا ما اعتبرك اختي الصغيره. انا قاعده اتعلم منك. حتى يدي دائما يقول اختك عاقل، اختك فاهم. يدي من غش فيك. احترمي نفسك وتكلمي معاي عدل، فاهمه ولا لا؟ انا حافظه نفسي واعرف الصح من الغلط، مو جايه تعلميني. والصح انك تقابلينه ثاني يوم من زواجك؟ اول شيء هذه خطبه مو زواج، وبعدين انا ما تعمدت اشوفه، هو لياني للدوام، وانا طردته، ارتحتي؟ طردتي؟ اي طردته، صدقتي صدقتي ما صدقتي كيفك، وبعدين مني ورايح لا تفتحين معي مواضيع خاصه، فاهمه؟ انا لك على طول خليك ليا، خد عن مني وطل عليا، وخد الاتنين وسأل فيا، من أول يوم راح مني النور. الله ياخذه ياخذه ويفكني منه. ازعاج الصبح وازعاج بالليل وازعاج الظهر، انت ما عندك غرفه تخبط فيها؟ هاتي اما بعينك. هذه مرتي. مرتي ايش فيك؟ مرتك ادفع مهرها وتعالي تعالي خذها واخذ شهاده المنشا. قومي انت الكبري، قومي يلا. ايش يعني حرام اسهر وتنام وانا جنبك؟ خبزني يا الرفله خبزتيه اكليه. شمتانه يمك؟ اي اللي ما يطيع يضيع. يمه بس تمثال، بس تمثال. ما اخذ واحده من الشارع انا، ما اخذ بنت اختك، تعرفينها اكثر مني. ها اشوف طلع لك لساني يا نصور. يمه انا بديت احبها، احب اقعد بالبيت علشانها. اي لا ما تحب تطلع من البيت، الاول مجاب الوزاره كلش عاد. انا ابوك طول عمرك اكل ومرعى وقلط صنعه. يمه انا تولعت يوم الله بلاني. تولعت فيك القراده، العنب ودارك، علامك ما تثقل مثل اخوها الربرالي، يدخل ولا كنا يشوف اختك. يما كلامك غريب، ما يدش هني ما يدش، شلون يعني شلون اثقل على مرتي حلال شلون؟ يما ايش فيك علي؟ انت بروحك كنت تقولين ان ابوي تولع فيك زياده لانك كنتي معاه على طول، حتى الايام اللي ما كان عندك فيها دوام تروحين المستشفى، بس عشان تشوفينه ويشوفك، يعني معاه بالبيت ومعاه بالمستشفى، شو اللي صار الحين؟ مشكلتكم انكم تحفظون كلام تنسون كلام، انا ما قلت كذي. انا قلت الشاطره
اللي تركز وتقط خيطها عدل وتعرف تختار. وانا ركزت واخترت دكتور، ما اخترت ثور مثل اللي برا. انت بمكان الكل يحسدك عليه. يما انا موظفة عادية مو مديرة، ومعاي 100 وحدة بالفرع، وكلنا بعاد عن الزباين. وبعدين تعالي يما، منو بيحسدني على شغلة الحسابات هذه؟ البنك مثل البحر، في سمك اشكال والوان، والشاطرة اللي تعرف تقط خيطها وتصيد لها ريال غني هامور، مو شبه مثل اللي لقيتيه. يا يما يا حبيبتي، اللي يجون البنك عيونهم على حساباتهم ويحاتون فليساتهم، مو صوبي ولا صوب احد. بعدين تعالي يما، عيون ناصر ما عرفتها الا من كم يوم. حرام عليك، انت اخترتيه حقي، انت تحملي المسؤوليه. الحين جاي تكرهيني بناصر؟ انا ما اخترت، انا قلت بوهق نعوم. يوم انها قالت تبي يابر البنت، قلت لها بنصور لبنتي، قالت ايه. ما هقيت انها هي بترضى وابوي بيرضى. زين يما، ايش تبيني اسوي الحين؟ تسوين؟ انا اقول تسوين، عزي نفسك. نظرات مع نصور من تحت لتحت ماكو، حمسات ماكو، عيونه هذه ما العيون، هو رقبه، حتى رقبه ماكو، جثوف وخيال معاته، وخلي الدشداشه تمشي على خطبتين. هذا نصور، ما شايفك فيه. امبا يا يما، شوفي ولا كلمه عاد، لا تحديني انقل الفيلم بين سرايركم، بس ولا كلمه طلع ما في. يبا انت قلت ان الزواج يعني هذا بس كذي وكذي، يعني مو صدقي. ويوم انك لما الحين متذكره، ليش كل مره تجيني وتعيدين نفس الكلام؟ لان انت مو تقولين انا عودتكم على الصراحه، انا بسمع الصراحه. يبا انا اقصد يعني اللي بقوله، انت تدري يبا ان انت الزواج هذا بس الهدف، وانا بعد ادري ان هذا الزواج بس الهدف، بس يعني اخاف ان جابر ما يدري ان هذا الزواج الهدف. اخاف ان عباله ان الزواج صج وبعدين يقتنع وتالي ينصدم. هذه صراحه. اي يبا، انت عبالك في شيء ثاني؟ عيل تطمني، هو بعد ما يبي هالزواج يتم، واخر همه انتي. شنو هذا؟ ليلو لا تلجين راسي، لا تعملين راسي مع امك، عندك سالفه روحي كلميها، ان وافقت انا حاضر. انزين لا تعصب، ايش رايك انا عندي فكره، انت قدم اوراقي واذا لقيت لي شغل راح اقول لها. كلميها اول. ما يصير. ها؟ هذا ظلم. اي ظلم، انا راح ابكي اصلا، راح ابكي. انت اخوي الكبير ولازم توقف معي، انا مو اختك. اذا ما اشتغلت اليوم متى بشتغلي؟ بعد 77 سنه يعني؟ ما يصير. وبعدين الشغل ضروري حق المرأة والريال، صح ولا لا؟ ولا ترضى قط منتي على احد؟ لا يبا لا لا لا، كلامك عدل ولا غبار عليه. وبعدين انا زعلانه، شنو يعني؟ عشان سبتشوي يوقفون خدماتها انا ما لازم اتوظف، لازم اقعد في البيت نطري ورات زواج. افرض ما تزوجت، افرض ولدي الحلال ما يطق باب بيتنا، شلون يعني؟ ما يصير. افرض انه يطق باب بيتنا وتزوجت وما يبي يصرف علي، شلون اجبره؟ افرض انه صرف علي، خلينا نقول ما يخالف قاعد يصرف عليها، وباكر يعايرني. انت ترضاها لاختك اليوم الابو ما يصرف على عياله. صح صح كلامك، كلامك منطقي، بس لا نقعد نقص على بعض. ابوي متى درى عنه؟ متى قال عيالي خلاص صرف عليهم؟ ايش فيك؟ اليوم كل واحد يقول يلا نفسي، ولا ابو عيال خالتي درى صرف سوى شيء؟ امي اختها حاطين ريل على ريل ومعتمدين على يدي. يدي هالمسكين، هالريال الكبير اللي كبرنا كلنا، تخنقني العبره عليه، قلبي يعورني. ما انتش عليه بقطعه خام؟ دشداشه انونسه، احنا عياله، صرف علينا وكبرنا. انا ادري ايش اللي تفكر فيه. أمون كانت تشتغل وجمون مثلها، ياخذون معاشاتهم من هني ويعطونهم حق امهاتهم من هني. انا ما راح اصير مثلهم، انا معاشي حقي بصراحه. وبعدين انا ما بصير مثلهم اخذ معاشي واعطي حق امي عشان امي تاخذه وتعطي حق ام تركي. شنو حكي جديد هذا؟ امي تودع شماله، ليش تعطي حق ام تركي؟ اوه يعني انت ما تدري تعطيهم معاشنا عشان 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 تدور لنا على عيال الحلال؟ يعني ما نتزوج؟ ما يصير خو. اسمعني جابر، انا لازم اشتغل، واذا ما دورت لي شغل بروح ادور بنفسي، سمعت ولا لا؟ هذا ملفي وملف اختي. شو اسوي فيها؟ يعني شوف لنا شغل بالمكان اللي تشتغل فيه. يا سلام جابر، انت تعرفون اشتغل؟ انا اللي اعرفه انك كنت محامي. خوش، محامي في اكبر شركه انشائيه. زين
انا مالي شغل الحين انت ايش تشتغل، انا ابيك تشوف لي شغله مني منك وبس. انت ما سمعتني، ترى انا اشتغل بشركه مو بوزاره، وبعدين الشركه اذا يبون موظفين بينزلون اعلان بالجريده بالمواصفات المطلوبه، يعني ما يبون واحد مثلك يدور وظيفه. يا اخي كل ما تبي تساعد وخلاص. جابر ايش فيك الله يهداك، انا بكون وايد فرحان اذا شفتك بوظيفه، واللي مفرحني زياده انك بديت تفكر صح، بديت تبحث عن وظيفه. بس شوف عاد انا ما عندي واسطه، معظم الاشغال الحين تبي واسطه، وخصوصا للي ما عندهم شهادات. تفضل. تفضل وين؟ دور بنفسك، واذا ما لقيت اد الاماكن اللي عندهم واسطه. ان شاء الله بيلقى وما يحتاج يروح لهم. عيل تبي الصج؟ انا اتمنى العكس. أبا يا تركي أبا، تبي له المدلة يروح حق ناس ما يدرون عنه حي ولا ميت؟ لا يا عمي، أبي يروح لهم، لازم يعرف إنه ظلم روحه لما اختار الكسل على العمل. والله يا تركي أنا مبح صوتي ويعرف ومو مهتم. أفا عليك يا عمي، القول شيء والشوف شيء ثاني، صدقني يا عمي غير. يا تركي أنا ما ودي، بس الحين قاعدين يسمعون نصيحة الغريب. أفا يا عمي، ترى اعتبر روحي مو غريب، أنا ولدكم. أنا يا تركي ما أبي أشغلك معانا، هم أنت ريال وراك أشغال وراك أعمال، أنت فاضي لنا. يا عمي ترى في شيء ما تعرفه عني ولازم أقوله لك، أنا ما أحب المجاملة، المجاملة مضيعة للوقت. أنت حمست للشيء سويته، وإن ما تحمست له تركته. أبوك يا تركي كان مثلك، ما يب شيء جديد. المرة الوحيدة اللي جامل فيها لما أخذ أمك. عمي عاد هذه مين مسبه، هذه سالفة أكيد سمعت فيها. لا حشة ما سمعت. أنا وأبوك الله يسلمك كنا طالعين من صلاة العيد، قام ولحقنا يدك بدر وقال ترى غدا العيد عندي بالديوانية، ما حبينا نرده، جاملنا ورحنا وياه، لقينا الديوانية متروسة عن بكرة أبيها، تغدينا العيد ديك الساعة بعد يدك كان اسمه بدر، يعني بدر حاف زين، تغدينا العيد وقال يا جماعة أنا أبتبع طريق الصحابة رضوان الله عليهم، أبشهدكم أني بخطب حق بنتي واختار جاسم. أبوك تبلع ما قدر شيء، الكل عاد قام يبارك له. زين ليش ما خطبك انت؟ انا كنت متزوج وحمدت ربي اني متزوج، عسى ما زعلت. بس لا 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 لا، انت منت صاحي مينون رسمي. يما تعالي قعدي بس وسمعيني. شا قعد وش اسمعك؟ وانت عاجبك كلامك قاعد تضحكين ويا القفه؟ مو يما انا عشان مو عاجبني قاعد اضحك، ايش فيك؟ انا كنت اقدر احاكي امون بروحه، الحين هذا يزاي عشان صرت معاكم ديمقراطي. ما قالت عليك وعلى الديمقراطية اللي انت فاهمها، انا ابوك هذه ديمقراطيتك ويكون بعلمك. امون ما تقدر تشك خيط ببرة من غير ما ترجع لي، انت عبالك انت بتنفذ اللي براسك؟ يمه انا ولدك الوحيد تكرهين للخير؟ وين الخير يا حظي؟ تبي اختك الفقيرة المسكينة تحط على ظهرها قرض علشان تدفع لك حق شنت الحلاية اللي تحبي؟ بردهم لها. وشون بترد لها الفلوس يمه من هذا اللي ودي اكسره على راسك؟ تحكي انت تقولي شيء امون؟ كم تبي؟ يا بعد قلبي يا خيتي، يا قلك ذخر لنا. والله ثم والله ما تاخذين فلسه حمر، الحين هم يا ابو طاري وانا ودي لهم البيزات بيديني. يما لا تسالين لا تضايقين، عندي لك حل. قولي. واحده بوحده ناخذ جمون نعطيهم امون. شوف بتاخذ شينت الحلايا اخذها من تعبك من مكدتك، اما مو تاخذ قرض اختك وتدفع لك عشان تتزوج. والله ثم والله يا اني اضحك قدام ربعك كلهم واقول بيتزوج من تعب اخته. قوه عسى ما شرم توشي الوالدة؟ لا عايش فيك ماد البوز؟ العادة 24 ساعة مبتسم، ابتسامة من هني لهني، تقول أنت المحامي الوحيد بالعالم. شوف عاد اسكت واللي يرحم لي والديك، ماني فاضي لك.
أنا قاعد بالشارع أسولف على كيفي، ما حد يشغل فيني، لا سكتني. والله أنا قبل مرتاح، مخي هذا كان فاضي، وأدري إيش دخلوا ببالي سالفة الزواج، والحين ما حد درى عني. أروح حق جدي يقول لي أنت الحين ما اشتغلت؟ راح اشتغل. أروح حق خواتي يقولوا لي هاو للحين ما توظفت؟ أروح حق أمي شو تقول لي؟ يلا روح اشتغل اصرف على نفسك. ما حد راضي فيني غير جمول، مرتي حبيبتي الله يخليها لي ان شاء الله. حتى انت انت ما ندري عنك شهور، شوفك من بعيد او خير او خير او خير. اول ما عزمتنا ما فتحت لنا الا موضوع الشغل. الكره الارضيه فيها تريليون واحد كلهم يشتغلون، ايش بيصير اذا اثنين بس ما اشتغلوا؟ تنقلب الدنيا يعني؟ تعال تعال وين رايح؟ قاعد اسولف وياك. ما تحمل التفاهه. قال لي كلام خلى شعرين بكله يوقف. تنهس تصدق؟ تركي صار واحد ثاني. وين قبل يضحك ويتغشمر؟ الحين ما فيه كلامه جد ويجرح. ايش فيك ساكت انت؟ ترى لو بتتم ساكت كذي بعدين تقول كلام يعور القلب لا تتعجل، خليك ساكت احسن. خلي لا تحتارتك فيني، قول شيء. انا نسيبك وخالتك واخوك. باشر بقعد من صباح الله خير، بقعد ألف 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 وأدور لين ألقى لي شغل. ليش؟ تبيني أسمعك نفس الحكي اللي قال لك إياه تركي؟ لا 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 تقول لي ولا أقول لك، خلاص بكيفك، أنت حر. أنا ماني حر. حر اللي يقدر يقرر عن نفسه، ما يطر أحد يقرر عنه. حر اللي يكون مسؤول عن نفسه، ما حد مسؤول عنه. والله شكل هالقعدة مع يدي طيرت مخك. انت لو كنت تقعد معاه كان ما صار كذي اسلوبك، كان تحسن. انت شو بصير شاعر وتكتب اغاني وانت حتى جريده ما تقرا؟ هي 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 لا تفلسف على راسي، ترى الموهبه ما تحتاج كل اللي انت مسويه هذا. لا تشندر راسي عبد الوهاب، لا تقول اسمي حاب يا عمي. ولا انا بعمك. لا انت راضي اقول لك عبد الوهاب ولا انت راضي اقول لك يا عمي؟ شو ناديك يعني؟ شو متعقد من اسمك؟ يا اخوي انا ما بيني وبينك حكي. اسمعني عاد، انا بيني وبينك حكي. لا خوش حكي. اسمعني تعال ويا المكتب، مش لا تعاند. يلا زين يلا عاد. وانا حالف اني ما اطب مكتبك. زين خلاص خلاص، دام انك تحالف ما اطب مكتبي امشي وروح في الهواء الطلق اتكلم. ايش رايك؟ الهواء الطلق ذاك الاكسجين الطيب يدش في المخ، اي مخ مقفل الاكسجين يبطل، يكون تستوعب الكلام اللي انا اقوله لك. ايش رايك؟ تحكي عادي اللي حمودوه، أنا مو واحد من صبيانك اللي دالهم. صدقني أنا أحترمك نوعا ما وأحب لك الخير نوعا ما. وأنا ما أبي أشوف رقعة وجهك، مو نوعا ما إلا 100%. وكلامك ثجيل على قلبي. وانت مخك ثجيل ما يبي يفتح، بحتني تراك. خلاص لا الأكسجين ينفع معاك ولا الهواء الطالق ولا المكتب، روح ديوانيتك. الظاهر إن الكود مالك أنت هناك في الديوانية، مفتاح مال قفل مخك. انت منين جبت هالكلام؟ قلت لك يمه جابر ما يكذب. وجبور منين جاب هالحكي؟ ما ظنتي ابوي يعطي سده حق ولد حلوم؟ يمه مو يدي اللي قال، اللي قال اللي باقي يدي حمود. لا تكرر كلام ما تعرفه، حمود ما باقي احد، وبعدين هذه تجاره. الا قص عليه وقص على نص الفريج. يا جماعه مو هذه الحين سالفتنا، كل هالحكي ماضي وراح، خلونا بالخبر المسعد. اي ماضي وراح؟ هذا احنا متاثرين بسبه الماضي اللي راح على قولتك. يما ظلي مشينا، هو ما جبر احد يبيع. انت ما تدري عن شيء، ابوي ذيك الايام بقى يموت بسبته، ونص الفريج حقدوا عليه. اللي راح راح الله يرحمه منهم، واللي ما زال للحين يحقد عليه. ما حد غصبهم يبيعون، ريال عنده فلوس وهم بيبيعون، شنو ذنبه؟ انت ايش حق تدافعين عنه؟ بس خلاص خلهم تكمل. شو اكمل؟ ايه زايه؟ المهم انه ريال عيار بطير، لعب على الاولي والتالي وبيعهم محلاتهم. وهو كثرت فلوسه كبر كبر كبر، وهو علي الباجين ماتوا من الفقر. أشوف أبوي وجهه من صفق وما يداني الزاد. أمحك خبر يا يبور. والله يما أنا صار لي كم يوم معتاس، ما أدري أقول ما أقول، أعلم ولا أتم ساكت. والله يا ليتك تميت ساكت، الحين عرسي بيتأجل. أي عرس يا معرس؟ أبوي طايح وأنت تفكرين بالعرس؟ أبوي ما طاح يمه، وبلا هالتعابير الكئيبة. أنا قلت لكم عشان نخف طلبات ونحط إيدنا بيدنا ونسنده. عدل يمه، كلنا لازم نشتغل ونساعد. أنت متأكد من اللي قاعد تقوله؟ يمه ترى اللي باقي برصيده مو سر، كالورقة ورقة البنك موجودة بدرج مكتبه.
إيه بس أبوي عنده خير، عنده دكاكين وعنده الأرض اللي عليها الدكاكين يقدر يبيع. وعقب ما طير فلوس الأرض يمه شو نسوي؟ نرد على هالبيت؟ لا الله لا يقول، إن شاء الله كله ولا هالبيت. عدل كلام جابر يمه، لازم كلنا نشتغل ونتساعد، بس نتكالية. حبيبتي أنا عن نفسي أشتغل. وكم بتحطين في هالبيت؟ أنت مو شغلك. عيال شغل مذهب؟ ليش يا يمه؟ تعب أختي وشقاها، يروح سهالات حق أم تركي. لا تقول عن أم تركي كذي، هذه رفيجتي وأم رفيجك اللي توه مغديك. يمه أخوي صاج، ولدها درس من تعبنا. لا تحسسين إن راتبك مليون، ولدها يحب الدراسة ودرس من تعب أمه. المرة تزوج بنات خلق الله وتكسب فلوس، وهي اللي بتجيب رأي حق أختك. ما أبي أتزوج لا عن طريقها ولا عن طريق غيرها، أنا بشتغل وبس. أنتوا أكيد مو صاحين، إيش هالشغل اللي طالعين لي فيه الحين؟ أنتوا لو كلكم تشتغلون ونعوم وعيالها هم ما تلحقون الصرف اللي كان يصرفها أبوي. إي والله، لا وباشر كل واحد يحط معاشه بجيبه ويقول مالي شغل. روحوا قصوا على روحكم ما تقصون علي. ماني بايع. خلاص يبا لا تبيع زين، درينا ما تبايع. خل الأرض عندك، أصر عليها لومي وسوها طرشي، خل تنفعك. خلاص يبا، سعر المتر بالقاع وكل مال السعر ينزل زيادة. وإذا تناطر ترى صارت التثمين خلاص، الموضة ذيك راحت وانتهت، ما عاد في تثمين الحين. إيش تبي؟ قول لي عندك وخلاص. أنا سمعت طال عمرك إن تبي تغير المحتوى، والله اللي فرحت لك. قلت خلاص عبد الوهاب الحين بدأ يفهم السوق عدل. وأنا أبد قلبي أبيض ويقدم لك مساعدة لوجه الله أبد، من غير أي شيء. تساعدني بشنو؟ في إعادة هيكلة المحلات، يعني في التخطيط لازم نسوي، إحنا مصمم مسوينا تخطيط معين، وبعدين في التنفيذ. محلات كثر يبون يعني شغل، ما هو شيء بسيط. نفتحهم كلهم كذي على بعض بالطول، أساس نسوي شنو؟ نسوي مساحة حق الديكورات. ليش على الديكورات؟ لأن طريقة العرض أهم من البضاعة. الشغل هذا كله يبي له فلوس، يبي له مصاريف، وأنا أبد حاضر في الشوفة من A to Z، واعتبره سلف ورد على مهلك. ترى ما أبي أنا بسرعة، ما أبي من عندك لا أوراق ولا شيء. ها إيش قلت؟ صاير اليوم ما شاء الله، الطور مشموم، بخور، سيادة، شرشف جديد. العادة تتبدلون الشرشف بشرشف عديد كل شهر، هالمرة جديد ومبخر. ما تقولي لي يا نعوم وانت يا حلوم شو ورا رزقكم شو عندكم؟ ولا شيء يبا، أنا هذا الشرشف خاشيته حق عرس جميلة أو ليلى، بس ما يغلى عليك. الطيب مني أنا يبا، رفيجتي جايبت لي إياه من مكة، هم ما يغلى عليك. بس جدة ما تذكر يبا، أنت اللي جبتها لي هدية في عيد زواجي، الله لا يعيد الشر. عاد الحين إذا دست عليها أنت بتزيدها قيمة. وأنا يبا لحنت لك خوش لحن. ما تقولون لي شو السالفة؟
شتخططوا ولا انتوا؟ صدقني يا يبا لا اتفاق ولا شيء، الشيء بروحه كذي صدفة لأن قاعدين نفكر فيك احنا. اي صدق يدي كل شيء يا صدفة، وبعدين هذا أغلى شيء نسوي لك، ولك منا انك اليوم نهتم فيك ورتب مكانك مو بشهر مرة. يدي انا وناصر وايد نحبك. يا جابر نعم نحبك، نعم يلي انت في كلنا يحميك لنا الله، الله يصونك. مشكورين، شيلوا أغراضكم اللي يبدوها، الهدايا اللي تجي متأخرة ما بيها. قلت لهم إني فلست، نشرت الخبر. راويتهم الحساب. يبا انت ما قصرت معانا، ويا الوقت اللي احنا لازم نرد لك الجميل. شابت الدوله يعني كلنا لازم نشتغل. تشتغلون عشاني وعشاننا يبا. بتشتغلون عشان نفسكم، انا واحد انت جماعه. يما انا قررت احولك كل شهر من راتبي مبلغ غير مصاريف البيت. بسم الله عليك يا يما، ما تقصري على عيني، ما تبكيك ان شاء الله. يما عاد من اليوم ورايح بعد ما تحتاجين تلفين على البيوت وتجابلين اللي يسوى واللي ما يسوى. اي قول كذي وانا اقول ايش فيه متغير علي ويحاكيني من طرف خشمه ومنتفخ. يما انت شو تفضلين يقولون، ام المحامي ولا ولد الخطابه؟ يلا 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 روح روح شغلكم اكو ريوق. يا يما يا حبيبتي انا ادور راحتك، اشلش بعوار القلب ودعاوي الناس اللي ما يتوفقون. راحتي وانا ادري فيها، واللي يدعي علي على دعوته ترد عليه ان شاء الله، والتوافيج من الله سبحانه وتعالى، وبعدين حسب النيه. وايد ناس تزوجوا عن حب وتطلقوا عقب كم شهر ما صار شيء، يعني يدعون على الحب. وبعدين تعال الشهاده اللي انت مختار فيها ترى ما جت الا من ورا شغلتي هذه. ها لا تستعر مني. يا يما انا ما استعر منك ومقدر كل اللي سويتيه، بس تبيش ترتاحين. انا ما شكيت لك، أنا عاجبتني شغلتي مثل ما أنت عاجبتك شغلتك، وبعدين ما أبي منك تحط لي في البنك ولا فلس واحد. يمه هذا واجب مو منه. وأنا أعفيك من هالواجب، ما أبي شيء. يلا 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 روح شوف شغلك، أنا بعد وراي شغل مشغول. ها يا عبد الوهاب يا حبيبي، الحكي أخذ وعطه. يا أبو خالد خبل، أنا خبل أخلي يحملني جميل. أنا الحين لا قلت إي ولا قلت لا، الفريج والسوق كلهم يدرون الله الغني. يا علامك انت يبا علامك يا ابو حسن، مش امورك مش حالك، ومثل ما قال سلف. انا ما تعودت اتسلف يا ابو خالد، ولا اقدر اضمن اني ارد للدين، يعني باكر لو صار شيء يا سبحان الله يبيعني الارض ويبيعني حلالي كله. الله الغني. الله يهداك، بس الله يهداك. وبتمشي لي حاطي ايدك على خدك اللي متخلص بيستي اللي عندك. والله يا ابو خالد حوسة لها اول ما لها اخر. انا ما عملت حساب هاليوم، قلت بعد العيال يكبرون وافتك من المصاريف. الحين العيال كبروا ولا افتكيت من المصاريف. الله يهداك ابو حسن، انت ما تعيش لهم على طول. خلاص ايوه خلاص خلاص، بيع الارض اللي فيها وونس نفسك، وروح زور البلاد اللي تقرا عنها بالجرائد واللي عمرك ما شفتها. بيع يا يبا بيع، علامك عبد الوهاب ايش فيك؟ بيع يا اخو البيع. حسسيني ما عطلتك شوي طالع الساعه. خلص دوامي يا حليمه، وانت كل شويه داشه بسالفه وطالعه من سالفه، تعرفين ظروفي ما اقدر اتاخر. زين قولي ايش اسوي؟ وين ما اطقها عويه؟ بشنو بالضبط؟ شوفي لي واسطه. ما عندي واسطه. انت لو دخلتي على المدير وشرحتي له الظروف يوافق، مو شرط اشتغل هني، بس حتى لو اشتغل برا بدون شهاده حسن سير وسلوك ما اقدر. يا حليمه كلمته مرتين
واخر مره قال لي ان طرحتي هالموضوع هذا لحقيها. ايش دعوه ذبح ابوه؟ بغيتي تذبحين اكثر من واحد يا حليمه. ارواح الناس ما هي لعبه. يعني انت بتفهميني ان الدكاتره ما يغلطون بس الممرضين؟ ما حد معصوم عن الخطا يا حليمه، بس خطا عن خطا يفرق. اي بس بالنهايه يخطئون، لكنهم يدارون على بعض، يخششون البعض، بس احنا الممرضات لا، احنا نتشمت ببعض ونفتن على بعض. لا تظلمين بختك يا حليمه، وتذكري ان لي مواقف زينه، بس الحين ما اقدر اسوي لك شيء. اي نعم، انا المدير الجديد. اي خدمه؟ مبروك دكتور. انا على بالي للحين دكتور عبد الرزاق هو اللي موجود، ما حد قال لي. اشوف سكرتيره دخلتني بدون سيني وجيم مثل كل مره. على العموم حبيت اقول لك ان انا كنت موظفه هنا. عندي خبر. بس يمكن ما عندك خبر ان انا انظلمت وايد. سيستر حليمه، انت ما انظلمتي. انا اطلعت على كل الفايلات بالمستشفى، اقصد الفايلات السريه. هذا ملف من اكبر الملفات الموجوده، وكلها شكاوي، اخرها شكوى كادت تودي بحياه مريض بسبب الاهمال. هذا مو اهمال دكتور، هذا خطا، والخطا وارد. قتل الروح يعتبر جريمه مو خطا، والمستشفى دفع تعويض كبير لاهل المريض. بس دكتور انا كنت امر بظروف صعبه وايد، ما ادري اذا الظروف كاتبينها بالملف ولا لا. مهنتنا يا سستر حليمه ما تتحمل عبء الظروف الخاصه، كل واحد فينا عنده ظروف. يا دكتور مهنا انا ظروفي كانت وايد صعبه. انا زوجي كان قاعد على هالمكتب قبل الدكتور عبد الرزاق، قبلك وقبل الممرضه اللي سمعت هالقصه. وتدري انهم كانوا يخططون للزواج، وكانت اقرب صديقه لي، وكنت اعطيها اسراري وتوصلها لاول باول، لكن الله نصرني عليها وكشفها، كشف حقيقتها وما طول معاها. سيستر حليمه، انت كنتي من اكفأ الممرضات ولمده طويله، لكن حاليا للاسف ما تقدرين تمارسين المهنه. اللي اقصده ان ولا مستشفى او عياده خاصه بيقبل يأمنك على المريض. انا عندي حل مناسب، اذا وافقتي كان بها. ما احظهم يذمونك، احس انه يذموني وما اقدر اتكلم ولا ارد عليهم. يقولون اللي يقولونه، الشجره المثمره طال عمرك دائما يحذفونها بحصى. عمرك شفتي انسان فاحش اللي يهاجمونه؟ محمود ترى انت قاعد تتكلم عن امي واخوي. اوه خلاص يبغى نعتذر، راعن بالي، اسفين. بصراحه انا واحد يتحمل ظلم حسد حقد الغريب، لكن ذوي القربى مضاضتهم شلون اتحملها؟ ما اتحملها انا. بس ابشرك انا ويدك قريب بصير ربع مع بعض عشان عيونك. هي تكفى يا حمود، انا ابيك تحسن صورتك قدامهم. أمو أنت يبقى أنا صورتي حسنة، وهم اللي يبون نظارات، يبون عدسات، مكبرات يبون. محمود لي طلب عندك عافية، لا تطلب مني بعد أشوفك، لأنك إذا طلبت هالشيء ما أقدر أقول لك لا، وإذا قلت لك إيه أحس بالذنب. ليش تحسين بالذنب؟ كفو يابر ياخذك أنت إيه؟ يا عقد الزواج. عقد أهبل مثل عقل يدك؟ ولا في واحد يزوج هالبنت الحلوة الجميلة هذه؟ حق واحد لا مستقبل لا شغل لا مشغلة ولا شيء. عدل ولا لا؟ حمود لا تقول كذي، انت ترى ما تعرف شيء. شيء مثل شنو؟ يلا قولي. ما اقدر اتكلم. لا 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 تقولي لي بتشتغل. اموت قهر اذا اشتغلت، اموت قهر. يعلها ما ترفع، يعلها ما ترفع. قولي امين. لا ماني قايله هذه اختك، خلها تشتغل احسن ما هي مجابلتك وقاعده تناجر معاك. علشان بعدين تشيخ علي وترفع خشمها اكثر وتقول انا اللي اكد عليهم، انا اللي اوكلهم، انا اللي اشربهم. تكد على نفسها، انت ايش دخلت؟ انت ايش فيك؟ ايش فيك؟ تحكين 10 بالشهر؟ ما تدرين ان ابوي فلس؟ صدق والله؟ صدق والله يا ام تركي، احكي من صدقي مو الحين. الله يستر من الايام الجايه ايام سودة. لا حكي ما يدش المخ، بو حسن اللي فلوسه مثل التل ما تختل، فلس. اي والله يا ام تركي فلس، بنطر بنموت يوع.
أكيد يقص عليكم، تلقينا لاعت شبدة من طلباتكم قال خلي علينا فلاسي. أبوي مو هو اللي قال لنا، جبور اللي علمنا. وخانت حيلي أبوي يوم درى إن جبور علمنا وإن حنا درينا خنقت العبرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة إنه ما يحكي ولا يتفاهم معانا ولا يتباصر معانا عشان ناخذ ونعطي معاه. لا كاتب بقلبه وساكت. شو نسوي الشكوى لله؟ بس شوفي إن اشتغلت حلوم أنا بشتغل أي شغل إن شاء الله اشتغل خطابة بابا مثلك. لا هونت شو سوي يا عادل؟ مضطر ما بثني ماي. أشوف الحكي تغير، أول ترجاني شغلك معانا وحين تقول لي أبي بيزات. كل هالسنين أنا اشتغلت معاكم بحياتي ما طلبت منكم طلب. بس ترى أنت هاوي. شو فيها يعني إذا كنت هاوي؟ الحين صرت محترف. في يوم ليلة تصير محترف؟ ست سنين أنا كل يوم معاكم، ما ظل عيد ميلاد ما دقيت فيه، ما ظل عرس ما طقيت في رقبة، كل مكان شاركت فيه وياكم. خلاص بمشي لك 100 دينار، زين؟ في الحفلة؟ في الشهر يا مطرب الحي. في الشهر يا ظالم، أقصد يا عادل، عبو دارك أنا كثر ما قطم على تكاسي. خلاص بزودك 20 دينار إذا عجبني شغلك. تستعبط أنت؟ أقول لك 6 سنين أنا معاكم، الحين تقول لي إذا عجبني شغلك؟ كنت معتبرك هاوي، لكن ما دام إنك تبي معاش ثابت، بجربك على الأساس. زين وين باجي الأوراق؟ ما في باجي طال عمرك، إذا على ورقة التوظيف الحين أكتبها. لحظة. أنت وين كنت تشتغل قبل؟ ما كنت تشتغل؟ طيب عندك شهادة خبرة في الكمبيوتر، لغة، محاسبة، يعني هالأمور؟ ما عندي. عفواً، يعني أنت كنت تدرس برا وما كملت؟ أنا أخذت الثانوية وتميت فترة أفكر أن يعني أي تخصص يناسبني. طول هالمدة تفكر؟ أستاذ أنا اشتغلت أكثر من شغلة وما طولت فيها، ويعني ما لحقت أخذ شهادات تثبت هالشيء. طيب ممكن أخذ فكرة عن الأشغال اللي اشتغلتها؟ بصراحة أستاذ يعني هي شغلات ما طولت فيها عشان كذي يعني ما أذكرها. شو اللي خليك تعتقد أنك راح تطول هنا؟ شغل البنوك يحتاج إلى تركيز وحب حقيقي للمهنة، واعذرني أنت ما عندك خبرة والشغل متوفر عندنا ما أعتقد يصلح لك. طيب طال عمرك شنو الوظائف المتوفرة عندكم يعني اللي أقدر أشتغلها؟ مراسل. الوظيفة المتوفرة مراسل. أنت تستغفليني، أنا كل هالمدة على بالي قاعد تكلميني المدير الدكتور عبد الرزاق، أثار إيش مكلمك لي مهنة؟ اللي يقول رابية معاه، قولي الدكتور مهنة. روحي زين، أقول اللي أقوله والله كيفي. يا رفيجتي يا صديقتي يا مريم، أنا إيش اللي طلبته؟ أنا مو دارش ليش ما كلمتيه؟ أنا ما طلبت غير شهادة حسن سير وسلوك علشان أطز عيون اللي قاعدين يتكلمون علي. مستخسرة فيني شهادة حسن سير وسلوك؟ حبيبتي حليمة، أنا أبي مصلحتك. أي مصلحة اللي تتكلمين عنها؟ أنا ما بغيت وظيفتك ولا زعلت يوم أنك أخذتي مكاني وعدتك رفيجة وأخت فتحتك قلبي وبيتي وحياتي. مستخسرة أنك تطلبين لي شهادة حسن سير وسلوك وكل ما نشدتك قلت الدكتور مسوي عليك حظر. ليش يا حافظ؟ ليش تكسرين مياديفي؟ ليش تكسرين عزومي؟ ليش تستخسرين فيني ورقها طولها؟ غصب تسوين نفسك مظلومة؟ أنا ما بغيت أقول لك إذا أنت مو موظفة وكل يوم تين تعطلين عن شغلنا وبعد تبين توظفين؟ وإذا على مكانك اللي خذيته فأخذيته بجدارة، يا ما غطيت عليك بالدوام ويا ما تحملت ملامة بسبتك، الحين تلومين على كل شيء؟ يا تشكين يا حليمة؟ ما شاء الله عليك عايشة أحسن عيشة وعندك عيال ومو قاصر عليك شيء، تين تقطين همومك علي وتروحين؟ قط يوم من الأيام سألتي عني قلت شنو قاصر عليك يا مريم؟ سعيدة ولا تعيسة؟ حزينة ولا فرحانة؟ تقطين همومك علي اللي ما لها معنى وتروحين؟ لا تيأس يا أخوي، إن شاء الله بتلاقي شغل. هيا لاقي شغل واللي عافيك. مراسل؟ أنا آخر عمري مراسل ولوي بهالشموس. يا عادي ما فيها شيء، كل المشاهير اللي بهالدنيا بدأوا من الصفر. يا عادي طبيعي بيكون عندك عادي، أنت دام إن رجل المستقبل خطيبك عازف عود وكمبارس. والله على الدنيا الحين عاد مو عاجبك شغل ناصر ها؟ يا معودة منزين الشغل أقول سكتي. بس أنت ليش معصب؟ ممكن أعرف معصب وحالتك حالة وتطلع الحرة فينا ليش؟ إحنا ما لذنب خو أحاجيش. أنت ما تبي تروحين حق أمينة؟
لا ماني رايحة حق أمينة. أمينة أصلا مو مداومة اليوم، قالت رفيجتها بتاخذها. مو مداومة؟ إيش وين راحت؟ أنا قطيتها المجمع وقالت رفيجتي بتمر تاخذني بعدين. واي ليلى، واي ما توقعت كذي. ما قلبها مليان حقد وحسد، تكرهني شوي وتطقني وطلعت. لا 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 ما أدري تحاجي روحها ولا تحاجيني. يما المرة سمعتش 30 سنة، ما يخالف إذا سمعتيها يوم واحد. أقولش طلعت حسودة حقودة تقول سمعيها؟ الحين أنتي مو كنت تنتحين فيها؟ مو كنت تقولين إيه طول عمرها مو مقصرة معاك؟ وقفت معاك يوم صار بينك وبين أهل ريلك مشاكل، وقفت معاك يوم عبد الرزاق حولك التحقيق، وقعدتي عندها شهر كامل لا تضايقت منك ولا من عندنا، مو كنت تقولين هالحكي؟ أنتوا إيش فيكم اليوم؟ شحيتكم مفتوحة للجمل الطويلة؟ صدعتوني ذبحتوني ما صارت؟ جملة قصيرة حتى أفهم. إيه وما قصرت، لكن اليوم طلعت غير، اليوم طلعت كأنها إنسانة عمري ما عرفتها ولا شفتها. يما ترى كافي ان خالتي مريم طيبه وقلبها نظيف. اقول ايش حاستني حتى عليكم؟ ما تقصد كذي يما، ايه تقصد ان رب العالمين عطاك عيال وهي راحت على هالفرصه. وانا اللي منعتها من هالفرصه، ربك يبي كذي. وهي عملت فمها وابوها لانها طمعانه بالجنه. انا اتمنى انك ما تخسرين خالتي مريم، لان خالتي مريم وايد طيبه. هي اللي خسرتني، ما علينا منها. اليوم ناداني الدكتور مهنا وحاط ملفي على مكتبه، كان يقول لي يا سستر حليمة ملفك أكبر ملف في المستشفى. حسيت إنه يمدحني. هلا يبا، حياك الله يبا. أقول يبا، أقول ترى ما قلت لي بتغدى عندي ولا عندها؟ أنا مسوية خضرة. لا عندك ولا عندها، طلع يسك الباب وراك. إيش دعوة يبا؟ زعلان مني؟ ماني زعلان من أحد، أقول تخلصي، طلع يسك الباب وراك. يبا صاير؟ أنت بعد إيش فيك علي؟ إيش سويت؟ أوه لا حول ولا قوة إلا بالله. يبا ماني زعلان، ماني زعلان، قلتش روحي خلاص خليني بروحي. اصبر علي يبا، لا تدودي هني تطير الأفكار اللي براسي. أنا بخليك ترتاح، بس يبا ما يرضيك وانت إنسان عادل، ما يرضيك إنه أنا أصير الحلقة الأضعف بهالبيت. نعم أنا ماني فاضي حق خرابيطك يا يبا. يا يبا ما هي خرابيط، بس انت ما ترضاها علي انه انا عاطلة باطلة اكل ومشي دي بالطوفة. تفضلي شنو اقتراحك؟ انت الحين ريحتني يبا، الله يريحك دنيا واخرة، عشان اقدر اقول اللي بقلبي من غير ما تعصب علي. شوف يبا، حليمة الله وفقها وصار عندها شهادة، تخرجت عندها شهادة. انا الحظ ما حالفني، يعني حليمة تقدر تشتغل باي وقت، انا ما اقدر اشتغل. علشان كذي أنا فكرت يلا عاد خلصي خلصيني. يعني يبقى أنا أقول الخير يعم على الجميع إن شاء الله. لو تبيع ربع الأرض ها وتعطيني نصيبي وأنا أقدر أفتح لي مشروع صغير على قدي وأترزق الله من وراه، إيش رأيك يبقى؟ صح زي مو؟ شوفي اللي ما عندك شهادة، سمعي يا أم الأفكار، انتوا لو تموتون يوع، لو تنطبق السماء على الارض، لو تضطرون ماني بايع الارض. تدرين ليش؟ لاني ماني ظالم. انا عندي ولد باكر لا رد بيطالبني بحقه مثل ما لكم حق. ايش فيك ساكته؟ ايش تبيني اقول؟ حيلان اللي بقول جابر ما يستاهل تخدعينه. وبعدين ترى مليت من هالاسم من الصبح وانتي جابر 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 جابر، بس اذا وايد عاجبك جابر لهالدرجة عليك بالعافية. والله صراحة عاجبني. سمعيني، من كذا ما تكلمتي عنه احس انه انسان وايد لطيف، ونادر هالايام اللي تلقين واحد ضاها نفس داخله. حبيبتي انت الضابط خربطت معلوماتك، انا ابدا ما كنت اجيب طاري جابر، انا كنت اقول لك عن حمود. حمود؟ ايه حمود. الله العظيم، والله ماكو احد تلخبطت افكاره غيرك. انت ايش فيك؟ حمود ما تعرفين عنه وايد، وعشان نقص المعلومات اللي عندك قاعد تاخذين كل الاشياء الزينه بكل اللي حواليك وتلصقينها فيه. يا فيلسوفه مهنا، احتفظي بمعلومات الكتب حق نفسك. والله عاد كيفك، بس لا تنسين جابر ما يستاهل انك تشرحينه. انا شنو
شنو سويت له؟ شنو سويت له؟ انا جرحته وقشيته وكذبت عليه بشنو؟ يعني مو كافي ان انا الحين مرتبطه بانسان ابدا ابدا ما اكن له اي مشاعر وابدا ما فكرت انه بيكون زوجي بيوم من الايام؟ حسي فيني ما انتر فيشتي؟ اعطني حريتي اطلق يدي انني اعطيت ما استكثرت شيئا ما استكثرت شيئا. قوم اترك هالفن عنك لوعت شبدي. قوم تعطر وتبدل والبس دشداشه حلوه وتحتها قميص ابيض مو برده غالي وانزل تغدى معانا. ليش يما؟ ليش التغدى ولا ليش تشيل العطنة؟ ليش البس كل هذا اللي انت قلتي عليه واكشخ واسبح وانزل؟ انا كل يوم اهلق وانزل اتغدى، يعني شو فرقت اليوم؟ الله يسلمك اليوم يا ايتنا رفيشة اختك، بنت مستوره تينن بنت اياويد وهلها عندهم خير. ابيك تنزل التغدى معانا وتطالعها وتكون ذرب سن وابتسامه وسنع وعدال، فهمتش ولا ما فهمتش؟ يما انا خاطب نسيتي؟ وقطيعه، ليه عدوا البنات؟ عدوا جمول معاهم، انت ينيت، اقول لك هذه طويله ما شاء الله ايش طولها والزينه، بعدين انت قصير وجمول قصيره، اثنيناتكم متحبون. يا يما انا بتحسن النسل. يما في مداخله صغيره بعد اذنك. خير؟ انا عندي سؤال محيرني وايد يعني. ليش لما تدشين غرفتي ما تطقين الباب؟ انت خبل. اطق الباب على ولدي يدرو؟ مو ولدك، الدرو كبر ولا خصوصية. هذا تأثير جبور عليك، أنا قايلت لك ألف مرة يم ولا تماشي، هذا مو زين، أفكاره مسمومة، كهو خرب عليك، أنا قايلت لك هذا الولد ربراري. ربراري؟ وأنا طول الوقت عبالي ولد خالتي. شضحكون عليه عليك. واحنا شفنا ولا لا؟ ضحكوا حتى يقولون عنا عائله كئيبه. ضحك على شنو؟ ما في شيء. هي انتي لا تحولين دور بيك طقي شعرك وقبا ان شاء الله. يما حد يعرف نكته؟ لا ما اعرف نكته. لا لا اكو واحد مره اثنين ثلاثه بس والله ما احنا بنيسكم باي وي ذبحتوني بالضحك ذبحتوني. لا علي انت الحمد لله. اقعد قاعد تغدى وين بتروح؟ شبعت يما. هذا الصوت انا عارفه مو غريب علي. ما قدرت اتغدى ولا حطلق مبحلج قبل اي واعتذر لك. يا ييتك على عيني وراسي يا مريم، وانا صدق ما عندي سالفه. صحيح بس شنو صحيح ان ما عندي سالفه؟ حليمه انا مو جايه اتهاوش، جايه اعتذر لك. خلاص وانا بعد لا يمكن اخسر صديقة عمري على سبة موضوع تافه. يا بعد عمري يا حليمة، تدرين الوحدة صعبة بعد وفاة ام وابوي، صرت اكلم نفسي يخلص الدوام وما ارد البيت. تغديتي ولا للحين؟ انا مو جاي اتغدى. خلاص اذا انت مشغولة روحي. هلا على عمرك مشغولة فيه؟ قاعدة بين اربع طوف ونجرى ويا نعوم. قلت حق امير نشرب الشاي هني، ما توقعت تكون موجود. أو على فكرة مبروك الخطبة. الله يبارك فيك، مشكورة. قولي قريتي الكتاب اللي دزيته لك مع أمينة؟ قريته، كتاب ممتع ولو أن عندي شوية ملاحظات على بعض الأمور اللي أوردتها الكاتبة على أنها حقائق. لحظة خلي أقول لك أنا ملاحظاتي بالأول. تفضلي. تقول أنها عاشت ببيروت تحديدا فترة الأربعينات، ويقول إن وقتها وسيلة المواصلات كانت الجمال، بس الواضح إنها ما عاشت ببيروت لأن بهالوقت وسيلة المواصلات كانت السيارة، بالإضافة طبعا إلى وصف الحياة الاجتماعية والنساء في تلك الفترة. نفس ملاحظاتي، وأنا استغربت إن كاتبة قديرة مثلها تقع في هذه الأخطاء. بس بغض النظر عن وصفها الغير صادق أسلوبها ممتع جدا. بعد إذنكم. على فكرة نزل كتابها الأخير بس مو مترجم، وإذا إنجليزيتك زينة بعايرك إياه.
شفيك مبوزه؟ سلامتك. تبين تشربين شاي هني ولا فوق؟ على راحتك. عاد هذه يبي لها شرح امون؟ ديري بالك يا خيتي، رفيشتك مهي هينه حاطه عينها على ريلك بتبوقه. عليها بالعافيه، مو هامني. امون ايش هالحكي؟ خلي عنك الغباء والعبط. باكر حبيبتي الحكي بيطلع عليك انتي، مو من صالحك. يقولون تولع برفيجتها وخلاها تولي. ايش دعوه؟ يتولع فيها من مرتين ما ثلاث مرات شافها. ايش فيه جابر لو يبيها كان قال لي، لانه هو يدري الوضع اللي بيني وبينه مؤقت، وانتي بعد تدرين ان هذا الوضع مدبر ومؤقت. مؤقت مو مؤقت، مو حلوه بحقك يا خيتي. انتي ما شفتيها من قعدنا عينها ما طاحت من عليه؟ لا، ولانها عارفه برنامجه لما نزل انزلت وراه، وطلع ردت طلعت فوق. لا تقولي لي مو هامك. انا فعلا مو هامني. انا اعز جابر بس ما احمل له اي مشاعر. انا ما بي جابر تقوى علاقته بمها، مو علشان انا غيرانه ولا اي شيء ثاني، لانها صديقتي وتعرف كل اسراري. بس دامك مو واثقه فيها، ايش حق ما اعطيتها سرك؟ تعالي انت لا يكون للحين تقابلين حمود. لا مستحيل. اي للحين تقابلينه؟ لا حسرتي يا امون، انت ايش ناويه عليه؟ شكلك مو ناويه تأدبين لما تصير مشكله كبيره. ايش بيصير يعني؟ لا تهولين الموضوع، ما راح يصير شيء. انا كل مكان اشوفه في مكان عام قدام الناس كلهم، اي احد بيشوفني معاه ما راح يقول شيء. ولد فريجنا وعادي اكلمه. ماكو فايده، دامك مقتنعه بكلامك انا ما اقدر اناقشك بشيء. بس تذكري ان انا اختك الكبيره، وهذا كله من خوفي عليك. صدق ما بيني وبينك فرق كبير، بس تدرين عاد انا اشوفك انت اكبر مني، كبيره بمواقفك، تعجبيني في كل شيء، تعطين وما تمنين، مالك في المشاكل. امون انت اختي الصغيره بس انت مثلي الاعلى. تكفين لا تدمين صورتك بعيني، ترى انا وايد افتخر فيك. بيتوتي وشنو شو الله شغل البيتوتي هذا اللي تقولين عنه؟ انا شاطره بشايتين، اموت عزين، اسوي صالون متنقل، او البلع، احب الاكل، ابي اكل. امه عليك افكار يا نحو. حبيبتي انت تاخرتي 15 سنه، خلاص ما يعطون رخص الحين. حتى لو ما تاخرت 15 سنه يا ام تركي، ابوي كان رافض رفضا باتا اي نشاط تجاري، لين تعودت على الرباده وركيت. تقصين على روحك انت، كان قلتيها بنفسك انت واختك تعودتوا على الرباده، يعني ما ينفع الحين تشتغلين، راحت عليك املك صغيره ما اشتغلتي. عاد تصدقين ودي بشيء يكبرني في عين ابوي. ايش فيك؟ قلت شيء يضحك؟ ايش فيك؟ تحكين كأنك متأبس. حبيبتي انت كبرتي، يلا حصل الخاتمه. كبرتي؟ ما عندك كلام اذرب من كذي، شنو كبرتي؟ انا من عمرك عبالك عنونه؟ انت كبري لو ما تزهلق مطر بعمرك. انت تبي رضا ابوك صح؟ صح. مع اني ما اطيقه ولا يطيقني، بس ما يرضي وما يفرحه الا انك تصالحي مع اختك. لا مصالحة ولا اتفاق ولا بشوفتها ولا برفجتها. زين وأنا خلاص مستانسة كذي، تعودت على الربادة. عمي توقعت ألاقيك هني، السالفة اللي قلتها حقي أزعجتني وما خلتني أنام. أبي أعرف هذا رايك ولا راي الكل في أمي؟ الله يخليك لا تتجاهل سؤالي، أرجوك رد. إيش تبيني أقولك؟ أبي أعرف هذا رايك الخاص ولا راي الكل؟ رأيي؟ رايب شنو؟ أفا يا عمي أنا خابرك صريح وما تلف وتدور. عمي ترى هذه أمي مثلي الأعلى اللي ربتني وتعبت بتربيتي. اتهقى اللي قلته يمر من غير ما أفكر فيه؟ تبي الكلام يمر علي وأبلعه واسكت وما أتكلم؟ أبي شيء واحد أعرفه، أنت ليش شايل على أمي؟ كنت بس حين أقول قدر الله وما شاء فعل. لا يا عمي أنا بخصك عدل، الحسرة اللي بصوتك ما تدل على أنها كنت. أنت للحينك تظن أن أمي لها دخل بزواج ولدك. أنت إيش تبي بالضبط؟ قلنا سالفة وراحت.
عمي ترى مالي غالي غيرك عقب أمي، ولما كنت صغير وعلى حياة أبوي كنت ناديك يا عمي، وداخل روحي أعتبرك أبو ثاني. عمي قول لي بخاطرك، ما بيني وبينك تصير وقفة نفس، حاجني فهمني عيني يا ولدي. أنت لحقت على حسن؟ لا ما لحقت عليه، بس الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير، عمره ما قال لي كلمة لا. المرة الوحيدة اللي قال لي لما شنو عمي؟ لما أمك رشحت له الغريبة. قلتها بنفسك، رشح يعني ما قصبته يتعلق فيها، ولا قالت له يكسر كلامك وياخذها. قلت لك قدر الله وما شاء فعل. أمنتك الله يا عمي، قولها من قلب واقتنع فيها قبل لا تكررها. اقتنعت ما اقتنعت هذا مو شغلك. أصلاً أنت ما انحرمت من ضناك، من سندك، من وحيدك، من ولدك. لكن أمك من وراي راحت راوت الصورة ويأتني قالت لي، قلت لا هذه ما تناسبنا. قول يا عمي، قول اللي بخاطرك. أم تركي ما لها شغل، بس أبوي الله يهداه من يحط الشيء براسه بس خلاص معناته صدق. يعني من سنين مو شايفه ولا رضى يشوفه. حسن هي مرتين لكن أبوي ما عطى وي، وقال له انسى ان عندك أبو، حتى ما رضى يدخل البيت يشوفه برا. صدقني ما انا ما تذكر شكله ولا قد شفت له صوره. انت وقتها كنت صغير وابوي يجمع كل صوره وحرقهم، ما ندري عنه خير شر. اخيرا سمعنا من تركي انه عايش بامريكا وعنده بقاله ومحطه بنزين واموره زينه. يعني تركي يعرف مكانه؟ ام تركي هي اللي تجيب لنا الاخبار وتقول ان تركي زاره وعرف عن اموره انه زينه وعنده محطه بنزين وبقاله، لكن اخر مره لما زاره ما لقى، وسمع انه باع المحطه وباع البقاله وانتقل ولايه ثانيه. والله صدق عندي خال ومو عارف شكله، شيء عبر القلب. وين؟ وبالأمريكا؟ والله انك فاضي الحين، انت ما عندك سالفه ولا شغل ولا مشغله الا انك تسال عن اشياء ما لها طعم. الحين اسال عن خالي اللي هو اخوك، صار اشياء ما لها طعم مثل ما نساني نسيته. وابوي الله هذا ما له حق عادي هالفقيره متركه. انزيني ما سؤال اخير. يصبر يروح يورك شغله وبلا هالكلام الفاضي، قاعد لا شغل ولا مشغله، بس تسأل عن اشياء ما لها معنى. لحظه، انا اللي ابي اعرف انه يدي ليش ما كان راضي عن زواج خالي؟ ايش فيه البنت اللي اخذها؟ بنت الا اقول عيوز، بس خالك مينون متعلق فيها وصورتها ما تفارق مخباته. شلون يعني جميله حلوه؟ يعني محافظه على شكلها، عندها خير وفلوس تعرف بعمرها، وابوها تارك لها ثروه. يعني خالي ما اخذها على طمع. لا الحمد لله، احنا ما حد فينا فيها الخصله. هو حبها وتولع فيها وطار فيها وفرحان بالبعثه، قام اخذها وراح امريكا وعاش هناك. وام تركي شلون عرفتها؟ ام تركي ما تعرف، اكو بيت بالديره ما دخلت ام تركي، تقول ان هذيله من الناس اللي عاشوا بالكويت كل عمرهم ويجمعوا خير وصار عندهم خير. أم تركي يا وليدي تخور وتدور في البيوت كلها وتزوج هذه وتطلق هذه، بس القرادة نيات عند بناتي ووقف الحظ. يما لازم تكلمينها، شنو كذي شورها بيدها تطلع وترد على كيفها؟ وشنو اللي تروح وترد على كيفها؟ وشنو اللي لازم أكلمها؟ وين راحت البنية؟ يا يما رايحة الجمعية تقضي غريضاتها وبترجع، علامة سويتيها قصة؟ ما استأذنت منك يما، شنو عادي عندك؟ عادي عندي، لاني ما كنت موجوده، ولوني موجوده كان استعذرت مني مسكينه. بعدين امونك خايفه عليها كان ذلفتي معاها. شوفوا يما امون سبتو، شو السالفه؟ اختك وين راحت؟ راحت الجمعيه يما سبتو. اختك راحت الجمعيه ولا مكان ثاني؟ راحت الجمعيه يما. حلفي والله قالت لي رايحه الجمعيه. لو متقابلين بسوبر ماركت مو احسن؟ قلت لك ما اقدر اتاخر. قلت لك ما اقدر، هناك العيون ترصدنا، اخاف يوصل الخبر حق الاهل. محمود اختي مو عاجبتها تصرفاتي وتقول اني انا متهوره. الحين داق علي، تعال بسرعه وابيك ضروري. اخرتي ايه تشتكين على اختك؟ انا ما اشتكي، انا ابي احد يسمعني، خاطري اقول اللي بخاطري.
تدري شنو قالت اختي؟ صدمتني. قالت بما معناه اني انا طحت من عينها. اختك غيرانه منك، تبي تخرب سعادتك. اي سعاده؟ انت من قال لك اني انا سعيده؟ بالعكس، انا اتعس وحده بالدنيا. يكفي الانسان اللي انا احبه واتمنى زوج اشوفه بالخش والدس، وزوجي اللي هو زوجي احسه غريب عني مع انه ولد خالتي. ليه متى بتم على هالوضع؟ ما ادري. امونتي حبيبتي اول ما تطلقين على طول راح اتقدم وتزوجك. بالله فاهمين ايش تبين اكثر من كذي بعد؟ خلاص عيل، مني لين اتطلق لا تكلمني ولا تتصل فيني. افا يا امونه، اذا انت قلبك جاسي فانا قلبي رشيش. انا ما اقدر اصبر عنك. انا كنت قدامك حره، ما فكرت حتى ترتبط فيني ولا حتى تتقدم لي. انا ساعات احس انك تتسلى فيني. لا 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 حبيبتي، الانسان هذا ما يقول له الكلام الحلو. انت تعرفين غلطتك عندي، بس تدرين الانسان يعني دائما يمر بظروف. اذا انت حبيبتي وغلاتي ما تعذريني، من يعذرني؟ وانا يدك من صوب وزوجتي من صوب علي. افهم من كلامك ان حتى بعد ما انفصل من جابر ما راح تتقدم لي؟ صبري يا قلبي، الطغاة كلهم مصيرهم الرحيل، اجلا ام عاجلا. منو تقصد؟ يدي ولا جابر؟ واما العيال بعد معاهم زين، بس صبري انت صبري، المثل يقول من صبر قدر. بس حبيبتي ارجوك ارجوك لا تضغطين علي وتضيعين مني فرحتي بهالحب العظيم. من غير ما شاور ناصر، وناصر مو موجود. يا سلام، كاهي طلعت وما شاورت جابر. اشوف احنا ما تحكينا. البنت راحت الفرع، والفرع كاهو قريب، ودام ان الفرع قريب ليش ما اخذ السياره؟ يبا كيفها السياره؟ سياره البيت مو سيارتي انا بروحي، كيفها تبي تروح فيها؟ خد تروح. انا مستغربه من طلعتها هالحزه، ما عندي كلام ثاني. انت ايش فيك صايره فضوليه؟ المره كبيره وكيفها. أنا مو فضولية، أنا أتكلم بالحق. مثل ما أنت تستشيرين أخوها لازم هي تستشير أخونا، عدل ولا لأ؟ سموت روحي لعافية تكفين، طول الطريق ساكت ما نطقب ولا كلمة. عافية روحي فهمي منه شنو سمع شنو ما سمع. روحي. إيش فيك أمون أنت من صجج؟ تبين أروح ليش أقول له؟ أقول له أنسى أنك شفت أختك مع واحد؟ لا مو أي واحد، معاد يا ربي عدو أبوي العود اللدود. تبين أقول له أنسى أن أختك قاعدة تقابل واحد وتحبه وهي على ذمة ولد خالتك؟ لا انتي نيتي. بس واللي عافيك بروحي اللي فيني كافيني لا ضايقيني زيادة. انا ادري الحين ما ينفع حتى الومك، كل اللي كنت خايفة منه صار. الحين بس خلينا نفكر شنو نقول له، شنو نقول له. شايج اقول له انه هو صادفك وحب يبارك لك. انا ماني عارفة هو شنو سمع شنو ما سمع. ما ادري شو اسوي. نصر اخوي بسيط مو معقد، انا عارفة. اتوقع اذا رحنا له وفهمنا الوضع بتفهم. انت مجنونه؟ في اخو بالدنيا يتفهم الموضوع؟ سبوت روحي لروح لشوفي هو شنو سمع شنو يفكر فيه. روحي. زين سامحيني يمه، اذا ضايقتك بكم كلمه صرفت علي دم قلبك عشان ادافع عن حقوق الناس، واليوم خذلتك ما قدرت ادافع عنك وضاعت من الحجه. نايمه قالت لي انها قعدت مع ابوها. ما شاء الله عليك يا يمه، ما يطوفك شيء؟ الأخبار توصلني لمكاني. يمه أنا مو من حقي أوجه لك أوامر ولا من حقي أمنعك، بس تكفين قولي لي إنك راضية عني. يا يمه أنا راضية عنك دنيا وآخرة. هو صحيح أحيانا تغثني تقطع علي كلام، بس عقب شويتي وتتسامح. تركي يمه، لا تخلي حد يغيرك علي. يا يمه عمي عبد الوهاب مو شايل عليك ولا شايل على ولده. عمي عبد الوهاب شايل على نفسه، خسر ولده بسبب تمسكه برايه وعناده. انت مالك اي ذنب.
أكيد يا يمه ما لي ذنب، بس هو لو عاقل كان سايس ولده، فرح له لما تزوج لقى مرة سنعة زينة شايلته شيل، جابت له الولد وربته. بس أقول يا يمه الزواج حظ يا نصيب، يا من ناس وايد تزوجوا وعن حب عقب كم شهر تطلقوا ما توفقوا، وين الغلط؟ حظ يا نصيب قلت لك. أنا في شغلتي هذه يا يمه عمري ما غشيت أحد، اللي فيه عيب أقول عيبه. حتى نادية لما طلبت مني أدور لها قلت حقها، صحيح إن هي مرة كبيرة بس كفو وعندها خير. عاد أهو قال لا، بس ولده أهو اللي أصر يبيها. قولي بالله أنا إيش ذنبي بهالقصة؟ ومن يومها كرهني والحين يبي كرهك فيني. أفا أفا يمه، ما عاش ولا كان اللي حاول مجرد محاولة إنه يكرني بتاج راسي. صدقيني يمه أنا بعد ما قعدت معاه ارتحت، عرفت إنه يكره نفسه ويكره عناده، ما يكرهك أنتي، ويتمنى لو الزمن يرد ورا وما يبعد حسن عنه. الناس صرحت لك عشاء؟ ناصر شيك؟ أمي تدري، أمي تدري، أمي تدري بشنو؟ بسكم كذب عاد، صدق أنا طيب وعلى نياتي، بس ما توقعت يوم من الأيام أشوف واحدة من خواتي تواعد واحد بالشارع عيني عينك. شنو أنا طرطور بهالبيت؟ ناصر واللي سلم عمرك سمعني، أمي تدري. من متى؟ جاوبيني من متى؟ ناصر لا تقعد تصارخ علي، وأنا شكو تحقق معاي؟ أنا ما أعرف شيء. يا أخوي أنت شاب وفنان وتدري. بس عاد أختك طاحت من عيني، ولا تكثرين حجي عشان أنت بعد لا تطيحي من عيني، ولا يمكن بعد أنت عندك حبيب تحبينه تصير دام عندكم أخو طرطور بهالبيت. لا ناصر الصاير شفيكم تصارخون؟ قولي لها ليش أصارخ؟ ماكو شيء، ما سالفة، سالفة عادية بيني وبين أخوي. لا مو عادية كلش. ممكن أعرف شو اللي صاير؟ أبعد فيكم يرفع صوته، ما أنا بالفضايح. يمه ما قعد معاه بمكان واحد. قلت لك ما أبي صوت يرتفع فوق صوتي، فهمت ولا لا؟ ادفعوا لي. نمتة تعرفينه؟ نمتة تعرفينه؟ من سنتين. وليش ما يخطبك؟ ده الظروف. ناصر اسمعني، تروح باكر شغله وتاخذ لها اجازه من غير راتب ليلى، شوف لي صرفه معاها. وليه متى يما؟ شب ولا كلمه، لما ابي رايك بقول لك. يما قولي حق اختك ما نبي مهر، خل جابر ياخذها ويتحمل مسؤوليتها. يا عسرتي ما لقيت غير ريال متزوج تحبه؟ ما حد يواطنه، وابوي ما يواطنه بعيشه، الله كل الناس تكرهه، ومرته مرته الشر بعينه. سمعيني يمه، امون صدق غلطت، بس قعدتها بالبيت ما راح تمنعها انها تكرر الغلط مره ثانيه. مو حل تبينها تقعد بالبيت وتخلين خالتي وابوي العود والكل يسال ليش قاعده وبنتهم بالبيت شو مسويه؟ يما امون تربيتك وانتي تعرفينها عدل، هي قاعد قابله من بعيد لبعيد وحافظه نفسها، وبعدين نص بناتها الوقت الحين قاعد يتزوجون عن حب. مو تقولي لي ما في بنات يقابلون ولا حتى يحبون. يما صدقيني الوضع مو طبيعي، في شيء صاير. خذ مني فلوس يبي يشتري لي هديه ورد، رد لي وايده فاضيه ومعاه امينه، اكلمه ما يرد علي حاقرني. وتصدقين صار لهم ساعه مجتمعين بغرفه خالتي نعيمه. كم عطيتي؟ يمه مو وقت هالموضوع، خلينا بموضوع ناصر احسن. ناصر صلاح الدين لا وصله الحين. انا مو متفقه وياك، انت ما تعطينا شيء، انت ليش ما تسمعين الكلام؟ يمه ترى انا ذكيه فطينه افهم، لا تخافين علي. وبعدين خلي اقول لك شيء، ناصر هذا اولا ريلي، ثانيا ناصر راح يصير ابو احفادك، ثالثا ولد اختك على فكره. والكوبه انا ما ادري،
العادة اللي اجتمعوا ودلال وأحسهم يوصل الشارع، لكن الحين قاعدين يتعمرون يخططون. يما أخاف خالتي تخلي ناصر يطلقني. كان زين، وإذا ما طلقتش ورديتي عطيتي مرة ثانية يا ويلك أطلعش من الشغل وقعدش في البيت. الريال لا تعودين أنك تعطينه، لأن اللي عطيتيه ما يعطيك لو عنده مال قارون. شوفي، افتتاح فرع جديد للديكور والأساس لرجل الأعمال نبيل سالم. عليه بالعافية، الله يزيده إن شاء الله. سمع الثانية، افتتاح مستشفى كويت كلينيك. تم افتتاح مستشفى كويت كلينيك وهو من أهم المستشفيات في الشرق الأوسط للدكتورة سارة سالم. إنزين، شنو المشكلة؟ شو اللي ذكرك فيهم الحين؟ اللي ذكرني فشلنا، إحنا فاشلين. شوفوا صورهم تارسين الجرايد وإحنا وين؟ إذا كشخنا حطينا صورنا هني ببراويز يم الكوميدينة. جابر، أنا ماني خبرتك حسود، وبعدين إذا رب العباد وهب لا تسأل عن السبب، مو هذه جملتك؟ أنا ما أحسدهم ولا شيء، أنا قاعد أتحسر لما تحنن تصير عالة على يدي، لما تبي عيش لنا أهو؟ إنزين، عقب التحسر هذا اللي أنت قاعد تحسره وذابح عمرك وقاعد تنقهر، شو بتسوي؟ شنو عقب هالصحوة هذه؟ نبي ساعدنا مثل ما يساعدهم. يا حليلك أبوي ساعدنا، أبوي ما يحبنا. أبوي لو يمر بالشارع نمر من يمه إحنا ما راح نعرف شكله. الله يعافي الجرايد والمجلات اللي تحط صوره وأمي اللي محتفظة فيهم، ولا كان ما عرفنا شكله. أنت ليش مراضي تستوعب إن أبوي ما يحبنا؟ لا يحبنا إلا ما يحبنا. كيف أنا بيساعدنا وبيش فيك أنت هي؟ ما خالف، افرض إنه ساعدك وعطاك راس المال، حاط ببالك شيء؟ حاط ببالك مشروع تبي تسويه؟ ما عندك رد صح؟ أقول الكلام هذا ما منه فايدة، خل أروح حط راسي وأخمد وايد أحسن. صباح على خير. ماتيوزي، أنا أقول نزوجهم والزواج زين لهم، على الأقل يحسون بالمسؤولية ويتحملون. أنا هالكلام مو داش مخي، قولي الصج أموش مسوية. صف النية صف النية يا حلوم، بنتي ما عليها أي كلام. كل الموضوع أني أنا بيهم يتزوجون لأنهم يحبون بعض ومتعلقين ببعض. وبالمرة جابر ياخذ أمون ونسوي حفلة صغيرة ونلمي الشمل. ولدك ما يشتغل، أم ما نبي يصرف على مرة. لا، ولدك اللي يشتغل وزير، اثنيناتهم ما يشتغلون، عاطلين باطلين، لكن البركة في البنات لين يشتغلون. أنا ما مقتنع بهالكلام. عيل تحمل اللي بيصير. ايش تو؟ وش بيصير؟ نصور متولع بجمول، وجمول لما تشوف نصور تسيح مثل الزبده، وهم شرعا متزوجين. اكمل ولا فهمتي؟ ابوي يبي يجمع العيال وما يبينا نتفارق، علشان كذي بيفرح لو قلت له عن فكرتي. ام حق فكره؟ قولي هالحكي قدامه عشان تسمعين كلام يقف. والله ما زلت تعطوني فرصه اشاور عيالي. وي ليه قرروا الكبار، الصغار ما لهم شور. القرار عاد. خلاص الكلمة مو موجود. وين راح؟ خلاص الكلمة بعدين، ولا أقول لك روحي المكتبة شوفي يمكن موجود هناك. روح أنت حبيبتي، أنا انطرحني وروح شوفي. قطيعة قطيعة قطيعة، أنا ما يشون ببلعك، أختي ماني بالعتك، هدور بناسبك. نحوم، أبوي ماخذ هدومه. يا حسرتنا، وين راح؟ خلي شيء، وين راح؟ ما أدري. يا جماعة لا تكبرون السالفة، من كثر هدومه يمكن وده من مصبغة. هو أنا اللي أغسل هدومه بيدي، عمره ما أخذ هدومه برا. مو تقولون الدكاكين حالها واقف، يمكن علشان بس سكتي بنتك ولا ترى إحنا فركش الزواج. يا رب الساعة 9 وما لعادة يبطي. خلاص يا جماعة خلاص، الغايب حجته معه. واللي يرحم والديك اترك الحكم وروح أنت معاه دوروه. أنتوا إيش فيكم؟ بيدي ما يروح مكان، تلقونه قاعد بدكان من الدكاكين ولا بالقهوة. يا بر يما روح دوره واللي يسلمك، انا بدي يوقف قلبي.